الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري، في البدايه برحب بيك وعايز اعرف حضرتك كنت متواجد ليه النهارده في مكتب النائب العام؟ يعني هذا بلاغ مقدم الى مكتب النائب العام، وحدث حصل على رقم 3500 عرض النائب العام، واشر النائب العام على الى نيابه جنوب الجيزه للتحقيق فيه، خاص ببلاغ ضد باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج، وضد وليد الابراهيمي رئيس مجلس الاداره، وضد محمد عبد المتعال رئيس او مدير قناه ام بي سي مصر. هذا البلاغ يتضمن ان هناك سبا وقذفا وسخريه قام بها باسم يوسف من خلال برنامجه البرنامج في عدد من الحلقات الماضيه، وهي تخرج عن حدود النقد المباح. النقد من حق كل انسان، لكن ان تسخر من انسان وان تدعي ادعاءات كاذبه وان توظف الامر، يعني أن تواجه كل من هم يقفون مع ترشح المشير السيسي، فهذا أمر حقيقة يطرح علامات استفهام. الأمر الثاني، لو أنت رجل حقيقي بالفعل ولديك القدرة على المواجهة، أسألك لماذا لم ترد على منتصر مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، بكل ما قاله عليك في الأيام الماضية من اتهامات موجهة إليك، وهي اتهامات تمس أدائك ومواقفك. ولكن الحقيقة إذا كان يتصور أن يعني الإعلاميون أن الإعلاميين يعني هم استباحة ومستباحون له، هذا أمر مرفوض الحقيقة جملة وتفصيلا. ونحن بالتأكيد ليس لدينا إلا أن نرد بالشكل القانوني، والشكل القانوني هو النائب العام، بالتأكيد النيابة العامة. لا أحد فينا يجيد لا كذب ولا ادعاء ولا رقص هذا الأرجوز، لكننا نجيد أن نذهب إلى النائب العام وسنحصل على حقنا منه، ونحن وهو إلى منتهى لن نسكت أبدا على ما يقوم به، سواء فيما يتعلق بنا كإعلاميين أو حتى بمحاولته الإساءة للدولة المصرية ومؤسسات المختلفة، عندما يصور أن المشير السيسي ذهب إلى روسيا ليأتي بصواريخ راقصات. هل هذا معقول؟ هل هذا يقال على القائد العام للقوات المسلحة؟ هل يعقل أن الحلقة كلها تخصص للإساءة والتسفيه لرجل أنقذ هذا الوطن من براثن الإخوان؟ الإخوان الذين قال عنهم باسم يوسف، قال قبل ذلك أنني أطالب بأن تعطوا فرصة لمحمد مرسي. لا، نحن لن نعطيه فرصة، وثرنا وقمنا، وهو الآن يقوم بتصفية حسابات، هو يعرف تماما لحساب من بالضبط. حضرتك قدمت البلاغ ليه في هذا الوقت بالذات؟ وهل البلاغ بسبب انتقاده لشخص حضرتك ولا لشخص المشير؟ لا، هو بالأساس البلاغ أنا قدمته للإساءة وتعمد الإساءة إلى شخصي في عدة حلقات ماضية، كما أنه أيضا تضمن إساءة للمشير السيسي ولقواتنا المسلحة. وأعتقد أن الموضوع الرئيسي اللي أنا ركزت عليه هو الإساءة إلى شخصي والسخرية بطريقة تخرج عن حدود النقد المباح. متى يعلن المشير السيسي ترشحه؟ وسؤال عايز يعرفه الكثير من المصريين. هذا سؤال يوجه إلى المشير السيسي. لقد قال السيد عمرو موسى نقلا عنه إن ذلك قد يتم في أوائل مارس. أنا أتمنى أن يحسم أمره سريعا إن شاء الله.